بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعين الزراعة. طبعا احنا النهاردة كده شلنا محصول معانا الفاصوليا، وده كان له أثر كبير على الليف. يا جماعة معلش أنا آسف، يا ريت يعني أي حد يزرع الليف ما يحاولش يزرع حاجة تحت منه. لو حابب يا ريت يزرع فلفل أو شطة حراقة تحت منه، ويكون يعني بكمية خفيفة مش كتير برضه. ده أفضل حاجة، لأن بصراحة هو اتبهدل معايا، لأن من أول ما منعت المية عن الفاصوليا، لأن بتحتاج أول ما الحباية بتملى زي ما أنا اتكلمت قبل كده، إنني بمنع عنها المية لغاية ما بتنشف على وضعها في الأرض أو في المزرعة، فده كان له تأثير على اللوف. ده غير الحشرات اللي كانت بتطلع. مثلا كنت برش، بس لما الفاصوليا بتكبر معايا وبتعمل نمو خضري كبير، فمن الصعب انني انزل فيها، بالذات لما اكون مساحة المزرعة عريضة انني ارش معايا. فطبعا النفاية عملت معايا دودة كتير، لسرطانات او الخلفة دي لازم نشيلها اول باول. حتى تعدير اللوف كان بيبقى صعب ليا برضه. دي اثر العلامات اللي انا اتكلمت عليها، او الحشرة اللي هي فراشة بتحط علامات كده وبتفقس معانا الديدان، ودي عامة بتاكل معايا الورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هون شايفين عاملة ايه في الورقة، بس الكميات خفيفة، يعني مش كل النمو الخضري او الورق موجود بالشكل ده. هون طبعا الدودة بتكبر، بتقعد حوالي 20 يوم انني ما بعرفش انزل من العش عشان الفاصوليا ما تفرطش معايا وتتبهدل. شايفين الدودة بقت قد ايه، يعني الورق عليها كذا واحدة هون، ودي بتمتص العصارة او الغذاء اللي في الورق معايا، فاصبح ان هي بتنشف بالشكل اللي احنا شايفينه ده هون. كل النمو الخضر اللي عليها بتاكله، لدرجة إن الورقة بتنشف خالص معايا. وإحنا عارفين إن طبعا كل ثمار الليف هي بتتغذى على الورق ده هو معايا. إن شاء الله طبعا كده أنا نضفت الأرض معايا من الفاصوليا، خلاص حصدناها، فإن شاء الله هبدأ إن أنا هجيب له مبيد حشري. بالنسبة للدودة دي، في مبيد اللي هو البروكلين المحبب ده، في منه أزايز وفي منه فرط وفي منه تساكر، يعني نازل على كذا شكل، بس أي نوع فيه عامة بيقضي على الدودة دي، لأن بتموت بسهولة معايا. وهنجيب له إن شاء الله برضه معانا، هجيب مبيد حشائش، لأن الحشائش طبعا طلعت الفاصوليا كانت كاتمة عليها، ما كانتش مخلياها بتطلع معانا، فمجرد ما شلتها ابتدت إنني تطلع حشائش بالشكل ده هو. ان شاء الله هنجيب لها مبيد وهنرشها، بس يا ريت اللي يرش اي حشائش تحت اي زرع يا جماعه يكون برشاشه صغيره او بموتور من العادي، بحيث ان البخار بتاعه ما ياثرش على الليف او على الزراعه اللي موجوده، ويفضل يكون التربه طريه، لان المبيد الحشائش ده هو لو الارض في المشققه ممكن يظهر بعض الجذور، فالتاثير ده هو بيأثر عليها بالنسبه للمبيد ده هو. كل الخلفة دي ان احنا نحاول ان احنا نشيلها. دي طبعا اللي انا قطعته ده مش هينفع، اما بالنسبة للثمار اللي هي النمو بتاعها طبيعي كويس، اللي اهم فوق زي تحت بمستوى واحد، كلها بتبقى بمستوى عدل، يعني المسافة من فوق زي تحت. طبعا بعد ما هنرش ان شاء الله المبيد اللي هو الحشر معايا، هنرش برضو معاه شوية مغذيات، لأن طبعا كان فيه إجهاد جامد عليه من العطش، لأنه قعد حوالي 25 يوم ما يشربش من أول ما منحت المية عن الفاصوليا لغاية ما نشفت في المزرعة وطلعتها، فخدت حوالي 25 يوم. كتير طبعا 25 يوم عليه، إن هو كان متعود يشرب كل أسبوع.
ففي تأثير عليه يعني. فمحتاج إن إحنا نجيب له شوية عناصر. بالنسبة للكيزان اللي بنلاقيها معوجة ده يا جماعة، ده نقص كالسيوم، وإن شاء الله هنجيب له كالسيوم برضه، بس نحاول إن إحنا الكالسيوم ده هو نرشه برضه وتكون الأرض طرية يعني بعد الري مباشرة، يعني مثلا لو روينا النهاردة تاني يوم على طول نرش الكالسيوم، ويفضل إن ما نضيفش عليه أي مبيد فطري أو حشري، يعني يكون الكالسيوم لوحده فقط لا غير، ما ينفعش نضيف عليه حاجة تانية. أنا عندي الجزء ده هو أول سنة، لأن طبعا عملت الخشب الجديد ده هو ورحلته في أول المزرعة، والجزء اللي كان بيزرع بقاله 7 سنين معايا، الجزء اللي هو فاضي دلوقتي كنت زارع فيه فاصوليا وزارع فيه برضه خيار وفلفل وكده. فالجزء ده أول سنة اتزرع ده هو ما شاء الله اللي انتوا شايفين الثمار بتاعته، منزل ثمار كتير وعامل نمو خضري، لأنه هو برضه بيضاف معانا التربة. ده البروكلين هو الكيس ده هو بيتحط على ملوى 25 لتر يعني على مطور، وده أنا جايب له معانا شوية مغذي برضه، ده شوية مغذي اللي هو مغنيسيوم، والمغنيسيوم بيبقى لونه أبيض بالشكل ده هون اللي إحنا شايفينه ده هو، لأن طبعا قلة المية كانت مخلياه لونه مصفر وشوية أحماض برضه. للأحماض الأمينية كويسة برضه شوية، وده مبيد معايا حشري عشان خاطر الدبور، لأن طبعا في حشرات طلعت من النمو الخضري بتاع الفاصوليا، عنكبوت على دبور، ده معانا الكالسيوم بيبقى بنفس اللون ده يا جماعة، وده منضيفش عليه منضيفش على أي حاجة. بنعاير ده هيبقى معايا، بنعاير دول 4 ملوات معايا، يعني الدوام بيتحطوا على 100 لتر ماء 4 ملوات يعني. الماتور اللي انا برش ايا كان يعني، انت على حسب الماتور اللي بترش بيه، في ناس بتجيب المواتير الكبيرة اللي هي 600 لتر، بس ما حدش عاد بيستخدمها دلوقتي لانها بتستهلك مبيد ياما وادوية كتير. فالموتور الصيني ده هو اللي بيتحمل على الظهر ده، كله عاد متوفر في أي مكان يعني. بنحط 4 بوات من دي عشان تسهل علينا، وبنحط على كل موتور عبوة من دول. ويفضل إن إحنا نحاول نرش آخر النهار، لأن معظم الحشرات بتبقى موجودة يعني في آخر النهار كده. وعشان الزرع يستفاد بكل الأدوية إن كان مغذي أو كده، لأن في الحر الجامد يعني أنا ما برجحش حكاية الرش في الحر الجامد، لأن طبعا بيتبخر منه في الحرارة، فالزرع ما بيستفادش منه كتير يعني، ممكن 50% اللي بيستفاد بيهم، أما كده آخر النهار بيستفاد كله بالأدوية اللي احنا بنحطها أو بالمغذيات اللي احنا بنحطها. وإن شاء الله مع الرية الجاية هنحاول هحاول أحط له إن شاء الله شوية تسميد بوتاسيوم وشوية عناصر بالنسبة هيتحطوا معانا في التربة مع الري إن شاء الله. طبعا بعد ما شلت معانا الفاصوليا ما شاء الله زاد معايا النص يعني، شرب طبعا قعد 25 يوم ما يشربش. يا ريت يعني لو احنا في ظروف زي كده او في زرعة وقعدنا فترة كبيرة ما ننزلش مية، ما نحاولش ان احنا نروق في الحر، يكون في الصباح الباكر الفجر
ده معانا أول بشرة إن شاء الله، مقطعين 5 كيزان إن شاء الله. أول ما بنلاقي العلامات بتاعته بنلاقي الخوز لونه أصفر ووزنه خف معايا، وبنلاقي من الأسفل لونه أصفر كده، ومن عند العنق بتاعه من فوق بنلاقيه نفس الكلام برضه أصفر. طبعا دي أول رؤية ليا بعد ما شلت المحصول معايا، وكون بدري عشان خاطر بكون التربة لسه ساقعة معايا، ما نجيش في الحر جامد بعد العطش ده كله. يعني احنا لو جينا روناه بعد 25 يوم، روناه في الحر ممكن يروح خالص وممكن ينشف الزرع مننا. وانا كنت خايف فعلا من الرية دي لان فترة كبيرة خالص، والحمد لله ان انا عندي الارض الصرف بتاعها جيد، وكنت برويه ري حامي، يعني كنت بروي بسرعة واقفل على طول، مجرد ما ياخد معايا الحوار كنت بقفل عليه بحيث ان هو في ثواني يمتص المية بتاعته وينشف. دول كانوا اول 5 كيزان لو فطروا معانا ان شاء الله، بنفتحه من هنا كده وبنحطه بقى متغرزه في المية لمدة يومين، وبعد كده القشرة اللي عليه دي بتفصل وبنغسله كويس بالمية وبنحطه في الشمس لما ينشف. طبعا الكلى بتاعته ما شاء الله ناشفة من جوه. وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم، وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.